بصحة على لا نورا جلابة. ما عندك صحة. يا كما كتشوفوا معايا هذه راه مطروزة بنفس الصاك، الصاك معاه غير كادو تقريبا، ها هو نفس الدورة اللي كاينة هنايا وهنايا، راه كاين هنا والفوق النبات ديالو كله بريد، فيه الحجيرات وفيه السفيفة، وكما كتلاحظوا معايا راه غير بالملاقية. بصحة وراحة على لا نورا. صحة. يلاه بصحتك، تبرعتي ليا مع الجلالة مع راسك. بصحة وراحة. وهذا جديد. ها جديد. هذا هذه السواقه ديال بغاو اللوان ديالها مازالين، لا هذيك اللي بقى باقي شي لوينات قليل بغيتوها، راه مازال بالصاك ديالها 16000 ريال والاتقان ولا كاليتي في الكريب. ديما كنقول لك الكريب اللي طارزين فيه راه كاليتي غالي، راه ماشي كريب عادي، حيت ما يمكنش اختي هذا المجهود كامل باش نحطوا الرشمه ونقارنيو اللوان في الاخر نديروا شي تبعيه ما زادش. دابا بحال هذا موديل واحد اخر اللي لابساها نورا، راه الفيديو السابق يعني بقاو فيها غير شي لوينات قليل، هذا راه الفيديو جديد يعني الديزاين جديد. هذه كتجي غير وحده في الصدر هنا وبالسويك ديالها، والسويك نفس الطرزه اللي كاينه هنا، نفس الطرزه اللي كاينه هنا، وهذا راه كرياسيون ديال اتوب روميساء، ما مشريش من السوق كما كتلاحظوا معايا. الصاك حنا هذه 100% اختراع ديال روميساء، يعني الصاك حنا اللي مقادين له الثوب، حنا اللي طرزينو، حنا اللي مقارنينو، الثوب راه ديالنا، الطاز راه ديالنا، التنباس ديالها كله باليد كما كتشوفوا معايا، كاين هذا الحجر المهرس هذا كله باليد، وكاين هاد الحجيرات هادو باليد، الطرز راه متقون، الوريضه الطروات دي خارجين كيبانو لك بحال ديال بصح. اللوينات راه كاينين 30 لون، ها اللون الاولاني بالصاك ديالو راه شفتو، عجيب هاد الكرسي، ما عطاتنيش خاطري لوحه في الارض. ها هو الثاني صوريه، سكريني وصيفطي، سكريني وصيفطي. ها وكما كتشوفوا معايا راه الخدمه غير ملاقيه، يعني لاقيها الخياط راه غيمشي غير غيفصل وغيلاقي اختي، ما غيدير والو، ما غيبذل حتى شي مجهود. ها هي هذه عاوتاني بالصاك ديالها، بغيتو تشوفوا الصوره واضحه وتشوفوا فيديو البياسه ديالكم، ما كاينش مشكل، ديما الحجر هنا راه تنبات، راه بحال اختي راه شي طرز بلا تنبات راه ما كيسوى حتى شي حاجه، حتى الصاك تا هو منبت. تا الصاك منبت باليد، نفس الزواقه اللي كاينه هنا بالتفاصيل ديالها محطوطه هنا. وهادم دابا هاد السيكان هادم غادي تشوفوهم ان شاء الله في صباحيه الدوزم، عاد غتوليو نتوما بغيتوهم، يعني غيكونوا سالاو ديك الساعه باش تكونوا عارفين، وما عمرنا نعاودوه حيت فيهم مجهود كبير ووقت كبير. هذا راه غير مزوقين بهم الماحل، بغينا غير نعيقوا على صحاب الطاج، نوريوهم الطاج كيفاش كيكون وصافي. هاو 30 بياسه فقط لا غير، ما عمرها غادي تعاودوا كما كاع الرشامي اللي دازو، راه ما غاديش يتعاودوا، يعني انتظروا الا كاين شي حاجه جديده تقدموا منها، اما هادشي صافي ساله، الله يخلف الله يجعل البركه. علاش؟ حيت كيتطلب وقت كبير في التفكير، وقت غادي نقول لك كيولي شاغل الطاقم ديال روميساء كامل، كنولي مركزين على الطروام، اللون اللي غندير، اللون اللي غادي يجيو. نتمنى ما نكونش كنتعطل عليكم بزاف، ندوز الوقت دغيا. هذا السويت الاخرين ديالو، ها هو والكريب، الكريب لا كاليتي، راه فيا ما نطرز لكم في الكريب العيان ونربح في الشر، ولكن فمن غشنا فليس منا، انا ما كنديرش بحال شي ناس الاخرين، ما نعموش، غنقول لهم اتقوا الله يا عباد الله. هاك صورتيها دابا غادي نحيدوها، هاهي نسربي شوية، هاهي واضحة، قرناج قرناج علمي، اللي خدات شي حاجة بصحته، والله وحدة ما تلبس بحالك من عندنا حنايا، علاش غتمشي تصاوب بها في جهة أخرى وما غاديش تطيحيها. هو لبس الشيبي لا تشيبي، الصاك سمحوا لي نسيت الصاك، شي ديال هذا واد نتوما غلطتوني. ها هو الصاك، السويك راه متقون بالسلسله ديالو الداخل، تخبي فيه الكليسات تليفون، والصاك تاكتيل كيتحل غير بالبصمه لي زون بريف، وكاينين شي واحدين فيهم الفيس اي دي.
جلابة ذكية سمارت سمارت جلابة هذا سمارت جلابة ها هو تشوفهم في الرباط وفي لالا العروسة وكتقدم بهم الأخبار وهذوك ديال صحاب العيد اللي كيغنيو هذيك ديالك ديال هلالة وهلالة يا لالا شمس العشية عاد تولي نتوما عافاك عطيني هاد الجلابة عافاك عطيني هاد الجلابة نقول لك لبسيها حتى انت يا اخي حتى انت غادي تكوني لابسها ها هو الصويك ديال هذا ها غوز فيشي 16000 ريال 800 درهم اخر ثمن ما كاينش نقص ليا كاع ها هو هذا نسربك ياك باقي ما كنبيعوش فيهم الناس ولا تعيط دابا ولا دير لنا الكاميرات الجواسيس ها هو نفس الزواقه الا بغيتي تاكد اختي من الموديل ديالك ما فيها بس انتقلي للطاقم ديال اتوب روميسا وتفشش عليهم كما بغيتي يعني ديروا لك فيديو صغيور ها هو هذا ديال مهيود ها هو الصاك ديالو شو 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 الزوق شو الرشامي شو شي حاجه اختي ولا في الاحلام تحسي براسك انت هي الوحيده اللي لابسه الجلابه اللي ما لبستيش مع اتوب روميساء ما تقولش لا انا لبست الجلابه هذا بشهاده الجامع اللي لبست الجلابه مع انك تقول لك انا حسيت براسي ما عمرني بالجلابه تلبسها مع اتوب روميساء علاش غير الثوب اي فوا كتحط عليك الثوب كتحسي بواحد الشعور بانك لابسه الجلابه واخا غير الثوب باقي ما خيطتيش الهيبه الثوب ديالنا فيه الهيبه الهيبه من عند الله سبحان الله هانت ها هو سوي ما بقاش بزاف 30 حبه فقط لا غير وما عمرنا غادي نعاودوهم راه قلت لك هاد الموديلات هادو راه باش يطامعين ربعه كنزوقوا القناه وطلبونا الحريفيه قال لك بغاو ياكلوا شويه ديال الخبز نعلمهم الكارناج كيفاش داير قلنا ما فيها باش صدقه جاريه ها هو ما بقاش بقاو جوج دابا لا غلا على مسكين لا هادي مزيان هاي هادشي ها مسعد نورة ها مسعد نورة كتبو بتبين شبهات جلال كل مرة فصل لها فصلوا لها موديل هاك لبسي لنا هادي وباش وهز هادشي هاك اختي هادو غيدوزو في صباحيات هادو مغيبقاوش هادو منين غيدوزو نقدر نديرو لهم حتى 1500 ويتباعو علاش حيت الناس سبحان الله عزيز عليها المظهر وعزيز عليها حتى تلبسها فلانه برتلانه عاد كتولي مطلوبه دابا نوريكم الاخر الناس اللي غادي يتبعوا الفيديو تاع الاخر ها هي عاوتاني الموديل اللي سبق مخيط شي بالصويك ديالو كي لاصق ديالو هيدا اه راه سالتين كنصوروا لكم في المحل ها ها هو الصويك ديالو يلا بصحتكم حتى نتوما خذوا الجلابه بالصاك ديالها بلي زاكسيسوار هاد الصاك هذا تقدر تاخذيه 500 درهم هنايا وما تلقاش بحالو باش تلبسي اخر ما جلابه راه ناقصك دابا بالغوفه ولا راه خصك وانت ناضيه صحه وراحه